اوكي مرحبا معكم راني، نحن هون عم نصور القمر بشوال بسنة 2016، شهر شوال سنة 2016 يعني بعد العيد. وهذا منظر القمر من صيدا بلبنان. اوكي تقريبا انا رح ارجع بس على اساس افرجيكم كيف بتكون على الكاميرا قبل ما اعمل الزوم. اوكي الزوم هلا انت عم تشوفوا هيك من خلال العدسة كأنك حاط عينك، بس هيك لما بحط الزوم تبع الكاميرا يبين فعلا القمر. انا راح اضطر هلا بس ازيح الصورة عشان تبين صورة القمر مزبوط. اوكي وهذا هو شو اسمه، انا على الشارع على البحر. طبعا مش حلو التصوير على البحر كتير، بس يعني كان به انه انا افضل مكان لي انزل اصور هو على البحر. اوكي حاول اجيب احسن صورة. رح نضلنا نرجع شوي لانه انا هلا بنص الشهر او باول اسبوع من الشهر عفوا، ف مشان هيك بدي انا ابين حركة القمر على الكاميرا. اوكي راح اترككم تستمتعوا بهذا المنظر. طبعا اللي محطوط هو كاميرا 16 ميجا بكسل مع شو اسمه معلقة قدام عدسة عين تبع تلسكوب 20 مليمتر بلسل بتصحح الصورة. اوكي انا اعطيكم وقت اكثر منشان تتفرجوا وتستمتعوا اكثر بمنظر القمر كأنك طاير فوق منه. هاي القمر من طرفه التحتاني. شباب القمر شو عجبكم؟ هذا الامر يا شايفين كيف مكبر؟ يا شايفه؟ كل يا شايفه؟ يا طلع هون شفتيهم هذول زي الوديان الكبيرة؟ يا شفتيهم؟ مكبرين؟ ايه مكبر هلا عم سجلها.
جيب الكرسي اذا بدك وخليك تشوفي دغري. هلا الحمد لله رضي عنك الامان. ايه هلا صوتك طالع بالفيديو طالع بغير على اليوتيوب بس هي الامر هي بالتفصيل وصل دغري على التلفزيون؟ لا وصلها بعدين برفعها على الانترنت على صفحتي على النت. في لقطه واقف غير ما هيك؟ عادي زي زي هيك بس حسب قديش القويه هذيك بتشوف انها في المشتري هاي كده دراسة هاي بتتعلم مش دراسة بتتعلم قرنية هواية بس هواية مثل يعني مع الوقت بس الواحد بيستفيد يعني تعلم كثير شغلات وراها مثلا ما كنت انا مثلا افهم بهاي الطريقه التصوير كلها ما بعرف هي اصعب من التصوير العادي اصعب كثير اصعب يعني يعني انا اللي بصير عندي بدي حدق على الصوره مثل شايف هذا العيان بصير صوب على الشغله وظني اتعب عليها الاحبال يصيبها وبعدين هي بتخطف قديش العدسه قويتها قديش بتخطف وحده هلا انا حاط وحده هيك يعني وسط هلا في نحط وحده لا لا دراستك هاي لا انا دراستي كمبيوتر ايوه يعني بس هلا هيك انت ما بتعرف انه مثلا شتي اوقات الغيم وفي شتاء ما اصلا ما له طعم بس شو بصير حبيت يكون في اذا كان في غيم بس غيم صيفيه اطلع فوق يكون فوق مثلا فوق الغيم كيف؟ يعني مستوى الطياره تصير بتشوف الكواكب بنجوم شكل اصفر بتشوف الامور كمان بتعرف اذا بتقعد لو كنا واقفين بين السماء صافي كلياتها يعني هلا انت لسه بعد مثلا اعطيك مثال بتطلع هناك شايف شلون في هيك جنتين هيك هذا الدب الاصغر كله اصفر ما بعرف بس اسمع بس باختصار اذا بتطلع هيك شايف كيف ماشي انا؟ ايوه انت شايف هناك في شيء نزم خفيف؟ خفيف الضوء مضبوط عرفت شو قصدي؟ يعني هلا شايف لو انا الضوء عندنا هون مطفي هاي بتبين عندك هون بتبين لو انا حط ضوء هيك فوق بتبين كله هاي راح